اليوم سوف أريكم حالة نفسية. فيلم مثير من عام 2019 بعنوان جوكر، تم تعيين المؤامرة في عام 1981 في مدينة جوسام. آرثر فليك يعمل في شركة تدعى هابحز، مهريج مقابل أجر. يعاني من حزن شديد، لكنه يجد بعض العزاء في الأداء للأخرين ومحاولة إضحاك الأخرين. لقد كان نظراً لمسؤولية الترويج لمتجر من خلال الرقص والتلويح بإشارة. الإشارة تم الاستيلاء عليه من قبل عصابة من الأشرار في إحدى هذه المناسبات، مما دفع آرثر لمتابعتهم زقاق. قاموا بضرب اللافتة في وجهه، ثم ركلوه بقوة أثناء هبوطه. يتعامل جوسام مع الجريمة والبطالة والفقر في هذا العصر. يرى آرثر اجتماعياً العامل لأدويته ومشاكل الصحة النفسية المزمنة. طفل صغير يحدق في آرثر في طريق العودة إلى المنزل في الحافلة. آرثر يسلي الشاب من خلال تعبيرات سخيفة، لكن تحثه والدته على تركه وشأنه. يبدأ آرثر في الضحك بشكل مفرط وهستيري. عندما تسأله والدته، يقدم لها ملاحظة توضح أنه يعاني من مرض عقلي مما يدفعه إلى الضحك بهذه الطريقة. يعود آرثر إلى منزل في مجمع سكني شاهق مع والدته المريضة بيني، حيث يسكن كلاهما. يجلسون ويشاهدون برنامج نقاش تلفزيوني مع المضيف موراي فرانكلين بعد العشاء. آرثر يتخيل يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه. شكرا لك. ظهور في العرض ولفتت عين موراي. آرثر يسحر الجمهور، وموراي في أحلام اليقظة بإخبارهم بذلك يعتني بوالدته. يتواصل موراي مع آرثر ويدعوه للصعود أمام المسرح الجمهور عناق دافئ. اعتادت بين العمل لدى توماس وين، وهي الآن مغرمة بها المليونيرة الذين كانت تكتب إليهم في محاولة لتحسين ظروفهم المعيشية. بعد أن سمع عن حدث السرقة في هاحز، أعطاه زميل آرثر راندال مسدس للحماية. لأن الأسلحة محظورة في العمل، فإن آرثر متردد ومرتاح للحصول على مثل هذه الهدية، لكنه سرعان ما اكتسب الثقة بعد الحصول على السلاح. بعد فترة وجيزة، اقترب منه صاحب العمل البارد والقاسي، الذي يعاقبه على ذلك في عداد المفقودين العلامة ويقتطع المبلغ من أجره. يجيب آرثر ببساطة بابتسامة حزينة. يلتقي آرثر بإحدى جيرانه صوفي دوموند، وهي أم عزباء ويقع في حبها. هي يتحدث معه بسرور حول مواضيع يمكن أن يتعامل معها. ومع ذلك، على الرغم من المحاولة للتأثير عليها، يبدو أنه غير مرتاح وغريب في وجودها. يقضي يوماً في تعقبها في وقت ما. في وقت لاحق، زارت شقته واستفسرت عما إذا كان يتابعها. اعترف بأنه كان كذلك، لكنها تبدو غير مبالية. دعاها لرؤيته يؤدي في حفل كوميدي ستاند أب. إنها مترددة لكنها توافق. آرثر يصل إلى نادي الكوميديا لعرضه. قلقه يملأه، وهو يجد نفسه عن غير قصد يضحك بشدة لدرجة أنه بالكاد يستطيع التحدث كأسلوب للتأقلم. هو ثم ينطلق في روتينه، وهذا ليس مسلياً. صوفي في الحشد وهي تنظر لتكون الوحيدة الذي يضحك على نكات آرثر. هذا يوفر له الراحة التي يحتاجها ليواصل الضحك رغم معاناته الداخلية. في وقت لاحق، آرثر يزور مستشفى للأطفال أداء مهرج للأطفال. لقد أحضر معه بندقيته التي أسقطها على الأرض. صاحب عمل آرثر يوبخه على ذلك. آرثر يستجوب مشرفه لثانية الفرصة، لكنه يرفض ويتم طرده على الفور. وفوق ذلك، وضع راندال آرثر تحت السيطرة الحافلة بالقول إن آرثر حصل على البندقية من تلقاء نفسه. لاحظ آرثر ثلاثة صغار مخمورين أنواع وول ستريت تعمل في شركة وين إنتربرايز تضيق امرأة في رحلة قطار المترو إلى المنزل. يبدأ آرثر بالخطأ في الضحك وجذب انتباه الذكور، بينما المرأة بحكمة يغادر السيارة. يقترب الرجال من آرثر ويسخرون منه، وضحكاته قبل الضرب يصل إليه. دفاعاً عن النفس، يقاوم آرثر، لكنهم تجمعوا وضربوه بوحشية على الأرض.
بعد أن كان لديه ما يكفي، قام آرثر بسحب مسدسه وأطلق النار على اثنين منهم دفاعاً عن النفس قبل مطاردة الرجل الأخير من القطار وإعدامه على الدرج. آرثر ينسحب إلى مرحاض الرجال العام القريب، مندهش مما فعله للتو. يكتشف قوة تتصاعد بداخله بعد دقيقة من الغضب، يفكر ويبدأ في الرقص بنفسه. يرى نفسه في المرآة القذرة تلفاً، ملطخاً، ولا يزال مهرجاً قوياً في هذه المرحلة، ويبدأ في قبوله. يضع المسدس بعيداً، ويعود إلى المبنى السكني، حيث يلتقي أولاً ويقبل صوفي. مع انتشار حديث القتل الثلاثة، يرى البعض أنها هجوم مستهدف على الأغنياء، بينما يدافع عنها الآخرون. يتحدث توماس وين ضدها، مشيراً إلى الطبقة الدنيا باسم المهرجون، رمز يقبلونه بكل سرور. آرثر ينظف خزانة ملابسه في ححف اليوم التالي، لكن ليس قبل مواجهة راندال بخيانته وتدمير آلة الزمن. ثم يبتعد وهو يشعر بالبهجة والتحرر. وفقاً لمصادر الأخبار، مثير الشغب المهرجين إحداث فوضى في المدينة وانتقاد الأثرياء. يدرك آرثر أنه فعل ذلك عن غير قصد، ابتكر هذا وبدأ في إدراك إمكاناته الفعلية، مما يجعله سعيداً حقاً. اكتشف آرثر لاحقاً إحدى رسائل بيني إلى توماس، مشيراً إلى أن آرثر هو ابن توماس. آرثر يزور وين مانور، حيث يلتقي بروس وين، شاب. خلال هذا الاجتماع، هاجم أيضاً ألفريد، لكنه استعاد رباطة جأشه وذهب بعيداً. ثم ذهب إلى مسرح فني عام لمواجهة توماس وين، الذي كشف عن تبني آرثر وأن بيني كان موهوماً. يبدأ آرثر في الضحك بشكل هستيري، مما يجعل توماس يستمر دفاعياً، وينتهي به الأمر بلكم آرثر في وجهه، ثم أخرجه من المبنى. في وقت لاحق، عاد آرثر إلى المنزل وضرب رأسه على الثلاجة في نوبة من الاكتئاب. بسبب المعلومات التي تفيد بأن المشتبه به كان يرتدي مكياج المهرج، اثنان من محققي الشرطة بورك يأتي غاريتي إلى شقة آرثر في اليوم التالي لمواجهته بشأن حوادث القتل في القطارات. إنهم يعرفون أن آرثر فقد وظيفته في وقت سابق من ذلك اليوم. آرثر ينفي بشدة أي مشاركة ويأمر المحققين بالذهاب. أصبحت بيني على ما يرام، وتم إدخالها إلى المستشفى بعد فترة وجيزة. تجلس صوفي إلى جانب آرثر، بينما يرعى احتياجات والدته. يلاحظ آرثر مقطعاً من أداء موراي في الوقوف على برنامج تلفزيون موراي أثناء وجوده في المستشفى، لكنه يشعر بخيبة أمل عندما علم أن موراي لم يفعل ذلك إلا لإذلال آرثر. في وقت لاحق، تلقى آرثر مكالمة من ممثل برنامج موراي. يقبل آرثر بتردد الدعوة للحضور كضيف. آرثر يختار الالتزام أمام الجمهور المباشر، بعد مشاهدة المقابلات السابقة في البرنامج الكوميدي على أمل إضحاكهم. بحثاً عن دليل قاطع، قرر آرثر الذهاب إلى آرك هام السيلوم لمعرفة تراثه، ويكتشف أن توماس كان محقاً حقاً، ولم يتم تبنيه فحسب، بل تعرض للإساءة من قبل بيني وصديقها، والذي ربما أدى به إلى تطوير حالة الضحك. غاضباً، عاد إلى المستشفى، وأخبر بيني كيف كانت حياته كوميدياً، ثم يخنقها حتى الموت. ثم عاد آرثر إلى المنزل واقتحم شقة صوفي، الذي يتوسل إليه أن يغادر. اتضح أن كل الوقت الذي أمضاه مع صوفي كان في رأسه. ثم يستعد آرثر للذهاب في عرض موراي ويرسم وجهه باللون الأبيض. قبل أن يذهب، تمت زيارته من قبل زميل عمل سابق، قزم يدعى غاري وراندال. يقدمون التعازي، لكن اتضح أنهم يحاولون إخفاء أثارهم في مقتل الرجال الثلاثة. يغضب آرثر ويطعن راندال، لكن دعنا يذهب غاري. أثناء مغادرته للذهاب إلى العرض، طارده اثنان من رجال الشرطة، ذهبوا إلى مترو الأنفاق، حيث يرتدي مواطنو جوثام الأخرين زي المهرجين، بعد أن ألهمهم جرائم القتل. يطلق رجال الشرطة النار بطريق الخطأ على مدني، وتبدأ أعمال شغب. وصل آرثر إلى الاستوديو، حيث يتم تسجيل عرض موراي، ويطلب عن نفسه تقديمه على أنه جوكر.
في العرض بعد نقاش حاد مع موري، صرخ: لقد حصلت على ما تستحقه، وأطلق النار عليه، تسبب في ذعر الجمهور. ثم نرى لقطة لآرثر يتم التقاطها في سيارة، كما تجتاح الفوضى مدينة جوسام. في هذه الأثناء يغادر آل وينز المسرح ويتبعون في زقاق من قبل جوكر، الذي استخدم خط آرثر لإطلاق النار على الزوج والزوجة، تاركا الطفل على قيد الحياة. اصطدمت السيارة التي كانت تقل آرثر بسيارة إسعاف، حيث قتل المهرج رجال الشرطة وحرر آرثر. يقف على السيارة ويفرك الدم من أنفه في فمه وهو يستمتع بالمجد. في وقت لاحق تم حبس آرثر في آرك هام أسيلوم، حيث يزوره اجتماعي جديد. عاملة أخبرها أنه يريد أن يقول لها نكتة لكنها لن تفهم. في وقت لاحق يخرج من الغرفة وآثار أقدامه ملطخة بالدماء، حيث يطارده الحراس. النهاية. شكرا لمشاهدتك. اشترك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكرا لك.